اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اخبارنا النهارده بنبدا الخبر الرئيسي في هذه الحلقه. كابتن محمود الخطيب بينتهي من الفحوصات الاوليه في فرنسا ويغادر الى السعوديه لاداء مناسك العمره. أنهى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المرحلة الأولى من الفحوصات الطبية والتحاليل والأشعات التي يجريها في فرنسا حاليا للاطمئنان على حالته الصحية. ويغادر رئيس الأهلي باريس غدا في طريقه للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وبعد أيام يعود مجددا إلى فرنسا لاستكمال بقية الفحوصات الطبية ومتابعة نتائج المرحلة الأولى، والعرض كذلك على الأطباء لتحديد العلاج والتأهيل المناسب. طبعا ده كان يعني أو الخبر ده على الموقع الرسمي للنادي الأهلي. الخبر حقيقة بينهي حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة اللي فاتت، كان ناس كتيرة جدا بتتكلم. وطبعا احنا لما بنيجي نطلع، خلي بال حضراتكم، لما بنيجي نطلع نتكلم بيبقى لازم نبقى واخدين بالنا كويس جدا جدا من الكلام، خصوصا فيما يخص أمر النادي الأهلي أو رئيس النادي الأهلي و أعضاء مجلس إدارته. وبالتالي الحمد لله عايز حضراتكم تطمنوا بناء على الخبر اللي كان أمام حضراتكم واللي أنا لسه قاريه. الحمد لله كابتن محمود انتهى من الفحوصات أو الأولية والتحاليل والأشعات، ويعني الحالة الحمد لله مطمئنة حتى الآن، لحين كابتن محمود دلوقتي هيروح يعمل عمرة، وبعد العمرة هيرجع بقى يكمل بقية الفحوصات، وإن شاء الله نطمن حضراتكم أولا بأول على حالة النجم الكبير كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.